يعني يمكن حصل الحمد لله نمو كبير في حجم استثمارات الشركه من ساعه الشركه ما تاسست في 2015 للنهارده. تقريبا راس المال المدفوع لما بدانا كان حوالي 58 مليون جنيه، ووصل النهارده لحوالي 192 مليون جنيه راس مال مدفوع. حجم الاستثمارات الخاصه بشركه اكت النهارده في السوق تخطت المليار جنيه كاجمالي استثمارات. حجم استثمارات المجموعات المرتبطه تخطت 3 مليار جنيه في السوق دلوقتي. فده دلوقتي تقريبا حجم استثماراتنا، ناتج طبعا عن استثمارات في قطاعات مختلفه، في شركات مختلفه، في اوقات مختلفه من ساعه التاسيس لحد النهارده. بعضها تم التخارج فيهم بشكل كامل، بعضها تم التخارج فيهم بشكل جزئي، بعضها لسه استثمارات لم يفصح عنها بعد في اطار التاسيس. احنا بنطمح ان في كذا نوع من انواع النمو. في النمو اللي بيحصل على استثماراتنا بشكل اداء، وده اللي حصل. يمكن لو بصينا على متوسط ادائنا في خلال الفترات اللي فاتت هتلاقي ان متوسط زياده في الاستثمارات بتاعتنا او الاي ار ار العائد على الاستثمار في حدود 50% تقريبا في المتوسط في السنه. لو بصيت على المتوسط على العائد على عقود الاستثمار على حقوق الملكيه بتلاقي ان المتوسط تقريبا في حدود 42% في السنه. فاحنا بنطمح ان شاء الله كمان ان السنين اللي جايه يبقى فيها نفس الاداء او حتى ايفن احسن من الاداء. معدل الزياده من حيث الاداء طبعا هيزيد دلوقتي حجم استثماراتنا بزياده راس المال ان شاء الله بعد نجاح الطرح، وحجم استثماراتنا هتبقى حجمها اكبر، وبالتالي ان شاء الله يعني نزعم ان احنا باذن الله نكون قادرين على تحقيق اداء احسن على الاستثمار ده.